السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة طيبة عليكم، يا رب تكونوا بخير وعافية. اليوم إن شاء الله حبيت أشارككم روتين يوم الجمعة وكيف بنقضي اليوم. طبعا الأكلات لازم سودانية، وحنبدأ إن شاء الله بالمطبخ في الأول. وزي ما شايفين هناك الصفرة، يعني الحمد لله الحال يغني عن المقال. نبدأ إن شاء الله ونشوف أول حاجة هنعمل شنو، ويلا معانا إن شاء الله. ما تنسوا اللايك، اشتراك في القناة إذا أول مرة تشوفوها، تفعيل الجرس على كلمة الكل. صراحة حتى المشتركين يعني من أول يلغوا الاشتراك ويعيدوا الاشتراك ويفعلوا الجرس على كلمة الكل، علشان كل ما ننزل فيديو تقدروا تشوفوه إن شاء الله. نشوف إن شاء الله يومنا حيكون. أول خطوة بدأت بها اللي هي قطعتها بالتيخ وحاعملوا عصير. بجد يا جماعة عصير التيخ ده جميل شديد، وكم مرة كلمتكم عنه. يلا بعد كده دخلت بعض الكبابي والصحانة في غسالة المواعين، ودي طبعا كبابة مريومة. يلا بعد كده ان شاء الله نشوف اليوم هنعمل بإذن الله، هنعمل ضلع وهنعمل سمبوسة هندية، هندخلها كده في النص، وهنعمل سلطة باذنجان. ونشوف ان شاء الله كيف الطريقة. بالنسبة لي سلطة الباذنجان، اصلا هي كان عندي صراحة باذنجانية واحدة او اسوداية واحدة، المهم هاشويها على النار زي ما شايفين. وبعد استوت خلاص، اهم شيء في سلطه او بابا غنوج شيء في الحقيقه، اهم شيء تطلعي البذور في الداخل دي لانها ما تمرر لك الاسود خلاص، او تمرر لك السلطه. هنا بالنسبه للتتبيله وضعت بابريكا وتوم بودره وبصل بودره وشويه ملح، حضيف الطحينه والدكوه او زبده الفول السوداني. أول خطوة غسلنا اللحمة بالموية والخل، وضعنا عليها بصلتين كبار. وبالنسبة للبهارات عملنا ورق قار وورق غار وحبهان وقرفة. في البداية هخلي اللحمة على نار عالية، وأول تغلي ههدي النار. التتبيلة هنعمل بها جزء تاني من اللحمة، هتكون ملح وكزبرة وبابريكا، وحيكون توم بودرة وقليل من الزيت. نحرك طبعا المكونات كويس، نضيف قليل من الزيت ونمسح بها اللحمة. الضلع جزء عملته بالفرن وجزء هنا حمرناه، وبالصحة والعافية. هنا غسلت التفاح علشان أضعه مع صحن الفواكه. هناك عندي كان كمثرى، وهنا عندي سامبوسة جزء عملته صغير وجزء كبير. الصغير كان حشيته بالبسلة والخضروات، وعملت جزء كبير عملته بالدجاج. النوع بتاع السامبوسة ده اسمه كيفكو، بجد حلو شديد بالذات للناس الموجودين هنا في قطر. هنا خلاص حملنا السامبوسة، وجزء ان شاء الله حمله بالغلاية الهوائية. هنا هعمل بطاطس بالغلاية الهوائية، بجد صراحة مريحة جدا جدا. واول حاجة هي اختصار للزيت صراحة، وصحية في نفس الوقت. فيلا احنا هنديها 20 دقيقة على درجة حرارة 20 دقيقة. هنديها 20 دقيقة خلاص، 20 على درجة حرارة هتكون 200. من ضمن فعاليات يوم الجمعة الليلة اللوية هتعمل لنا، هتركب المنظم ده صراحة، هي بدأته من الأول والآن خلاص يعني قربت تنتهي. عندي كلمة تقوليها للمشاهدين يا اللوية؟ إي تقولي شنو؟ الليلة أنا بشترك لكم، بعد أنتم تصوموا لايك سبسكرايب ورين للبل. والله ما قلت لها تعبت أقول كده. شكرا لك يا اللوية. اللوية قالت لكم، قالت لكم اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك. المهم يلا، المنظم ده يمشي صراحة للمطبخ. هعمل معكم ان شاء الله جولة في المطبخ ظريفة كده باذن الله تعالى. ودايرين دي القهوة قاعد في هوم سنتر في غرفة. والله كمان ما قصرتي يا اللوية، قالت لكم لو عايزين تلاقوا نفس المنظم ده تلقوه في هوم سنتر في جولف مول. عملت لهم دعاية وعينها كده بالمجان. المهم يلا ان شاء الله نواصل يومنا ونشوف يومنا حيمشي. طيب اثناء البطاطس على الغلايه بدي تطلعيها وتحركيها شويه، تحرك البطاطس شويه حتى انه تتقلب الفوق تحته كده، وبعد كده بتدخليها تاني علشان تواصل الاستواء.
كده خلاص حركتها على الاتجاه الثاني عشان تكمل الاستواء. كده خلاص بعد 20 دقيقة البطاطس صارت جاهزة بجد، لونها جميل جدا جدا، وأظن ما أسهل ولا أحلى من كده. فيلا شوف إن شاء الله بقية جاهزة. ومن هنا بنعمل في القراصة وبقول لنا في القناة ما حبيت أكررها مرة ثانية. طبعا لأن زي ما قلت لكم يومنا سوداني خليك سوداني. السمبوسة قسمتها على جزئين، الكبيرة عملتها بالزيت والصغيرة دي زي ما شايفينها عملتها بالغلاية. هنا ولحن حق الدقلية جاهز، وقبل كده كمان عملناه في القناة إن شاء الله حضر لكم الرابط تحت الوصف. مستمرين في عمل القراصة، الآن حنجيبها ونكون كده دي آخر قطعة في القراصة. السمبوسة صارت جاهزة، نشوف إن شاء الله بقية اليوم حتكون كيف. إن شاء الله حنطلع مشوار، المهم حناخدكم معنا في كل اليوم ده بإذن الله تعالى، وتقطوا معنا إن شاء الله. هنا في شوية غسيل قلت بس شنو أخلصه أحسن عشان ما يتركم علي. الآن طالعين مشوار يا إبراهيم ومريومة. الفيديو حيكون طويل، فياريت لو كنتم متابعين لحد الآن لحد اللحظة دي تكتبوا لي في التعليقات تحت إنه إحنا معاك لحد الآن يا أم محمد، وإن شاء الله حنمشي على طور مول وهناك إن شاء الله حصور لكم المول. هنا كده خلاص وصلنا طور مول، ده كده شكله من الخارج يعني. حاخدكم إن شاء الله في جولة بس بسيطة. البنات كانوا عايزين لهم فساتين فدخلنا كذا يعني محل نشوف الأسعار ونشوف الأشكال. ده هنا اسمه مونتانيا تقريبا، أول ما تدخلوا على طوار مول. المهم دي الأشكال اللي وجدناها، لكن البنات ما لقوا حاجة يعني الحابينها ولا عايزينها، طبعا انتوا عارفين اختيارات البنات. المهم دخلنا هنا أخذنا فيه جولة، وبعد كده تاني مشينا مكان تاني. اتركوا الآن تشوفوا الأشكال. صراحة حتى ما دخلنا فيه اللي جوا يعني، طبعا حاليا بسجل لكم الفيديو ده يعني وكده يعني عشان سامعين صوت مريومة الآن في التسجيل. المهم يلا دي كده الأشكال، يعني في أشكال مختلفة وأسعار كمان مختلفة برضو. ممكن يا مريومة تسكتي شوي عشان ده أسجل لو سمحتي، ممكن لو سمحتي. زي ما قلت لكم على الفعالية دي كلها كانت يوم الجمعة، وما تمكنت سبحان الله إنه أسجل الصوت عليها الليلة الأحد. يلا ده هنا مكان تاني، دي كده جبلة خفيفة على المول كده داير ما يدور. ده مكان مغربي فيه فساتين مغربية، عندهم عروض جميلة صراحة، لكن برضو ما لقوا الحاجة اللي عايزينها. المهم بعد كده طبعا هنا اللويا ومريم دي الفرحانين جدا لأنه الحمد لله أخيرا سمحوا إنه الأطفال يطلعوا المولات وكده. كان بس زمان الفترة اللي فاتت كان الناس الكبار، لكن هسه الحمد لله هي مبسوطة جدا جدا طبعا اللويا بالطلوعة دي. يلا بعد كده أخذنا تاني بس جولة خفيفة على الماشي كده، إحنا ماشيين ودي برضو يعني أماكن تانية بتاعت فساتين برضو دخلوها البنات. صراحة أنا ما دخلت معاهم بس وقفت اليوم برا، وبرضو طبعا جوني برضو من غير ما يشتروا. وهنا استغرينا وقعدنا تعشينا، وده كان نهاية اليوم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.